اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه احب ارحب طبعا بضيفتنا كلا لاعبه اللاعبه الامريكيه المحترفه طبعا بصفوف الفريق الاول لكره السله. كلا اهلا بيكي. هلو، وسهلا. مبسوطين انت في قناه النادي الاهلي ويعني وسعداء بيكي. من جهتي ايضا. طيب جنة مصطفى لاعبه الفريق، برحب بيكي، اهلا بيكي، نورتي طبعا قناه النادي الاهلي، بقول لك الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، ميرسي. خلينا نبتدي بلقائنا، يمكن هبتدي الاول بكيلا. كيلا يعني في البدايه كلمينا عن بداياتك، ازاي بدات في كره السله وازاي تحولت من الهوايه للاحتراف؟ It was good. نعم كان الامر بالنسبه لي امر سعيد، لان هنا يعني انا اول سنه ليا في مصر، ولكن اربع اعوام السابقه لعبت في كوريا الجنوبيه ان لم اخطئ الترجمه، والان انا وان كنت غيرت مدربين كثيرين، ولكن انا هنا في مصر حاسه بسعاده لوجودي بينكم. طيب يعني كيلا، يعني ايه ابرز محطات الاحتراف بتاعتك في مشوارك في كره السله؟ When I played in South Korea, I won a championship. Through my agent. من خلال مدير اعمالي كانت اول مره سمعت عن الاهلي. هل عملتي سيرش مثلا على الانترنت او حاجه زي كده عشان تعرفي عن النادي الاهلي والميدل ايست؟ Yes, of course. You know, نعم طبعا منذ ان ابلغني دخلت على الانترنت وبحثت عن الفريق وعن اللاعبين، طرق لعبهم حاولت مشاهدتها، مدرب بالطبع حتى اعرف ماذا علي ان يعني ما هي ايضا الثقافه وطريقه اللبس في مصر، ولكن كان اهتمامي الاول هو باللعبه وبالرياضه. قمت بالبحث وبمراقبه الماتشات واسلوب المدرب في اداره المباراه وهكذا. جود لك، يعني ان شاء الله توفقي في القادم ان شاء الله. طيب جنى اجيلك يعني في الحوار، يمكن المباراه اللي فاتت اتالقتي بشكل كبير، واحنا حتى اشدنا في الاستوديو التحليلي هنا، كنت في ليكي دور مهم جدا دفاعا وهجوما خاصه في الريباوند، انت من اللاعبات اللي روحها عالي جدا جدا. كلميني عن مباراه الجزيره، يمكن كانت مباراه مهمه وحصل هزه في الاول كده، بس الثالث والرابع كنا تمام. بص يعني هو احنا ماتش الجزيره ده هو كان فاينل بالنسبه لنا كده كده، واحنا كنا قبليها لسه بنبوند مع بعض، ان احنا بنحاول نقرب من بعض ونعرف بعض، ان احنا فرقه يعتبر جديده، فحاولنا يعني حصل لنا كذا دروب في الاول، بس الناس كانت دايما بتشوف ان ايه ده، دول خسروا دول، لا هو احنا لسه بنبوند، بنعرف بعض، بنلعب مع بعض عشان ناخد على بعض عشان يلاقوا اللي هم متوقعينه. فكان بقى عايزين احنا بقى لنا حبه كنا اوف يعني كان بنتمرن وكده، فكنا عايزين بقى نوري الناس ان احنا ابتدينا نبقى فرقه ثانيه اللي هم مستنيينها، فكنا عايزين نعمل ده. فالماتش يمكن كان في الاول كان يعني كان مأزم شويه، او مش كان مأزم، هم كانوا برده بيلعبوا حلو قوي واحنا كنا اوف سنه، بس بقى فوقنا اللي هو يا جماعه يلا مش هينفع، احنا تحت ضغط وبريشر مش طبيعي، بس اللي هو صحيح. لا يا جماعه احنا لازم نوري الناس بقى لعبنا. صحيح. فقبل ما فوقنا طبعا تحولنا، ابتدينا بقى البريشر يروح وابتدينا نلعب لعبنا ونلعب مع بعض، فدي طبعا فرقت يعني، هي كانت دي اهم حاجه. طب قولي لي يا جنة، انت ما بتزعليش؟ انا هكلمك بصراحه يعني اتكلم بوضوح، ما بتزعليش لما يقولوا مثلا جنة ما بتجيبش سكور، جنة مش عارف ايه، بالرغم ان انا شايف، انا واحد من الناس شايف ان انت ليكي دور مهم جدا في الملعب دفاعا وهجوما وريباوند ونقل ترانزيشن من الدفاع للهجوم والرد من الهجوم للدفاع ايضا، يعني انت ما بتزعليش من الكلام ده؟ لا اكيد بتضايق، بس ببقى عايزه يعني انا ليا بارت في الملعب، مش ان انا احط يعني، كل واحد ليه بارت، احنا بنكمل بعض. صح. فيمكن الناس مش بتشوف ده، بتشوف اللي مثلا بيحط سكور بس لا، هو احنا انا مهمتي انزل ان انا اعمل ديفنس، امسك حد مثلا كي بلاير واعمل ريباوند وبس، واساعد واساعد بقى اللي بيحط باسكت، يعني هي لازم اساعدها، افضي مثلا كي، افضي سوريا، هم سكورر لازم اساعدهم افضيهم، وانا مهمتي ان انا بقى ادافع كويس قوي على السكورر بتوعهم، فاحنا بنكمل بعض. بس
يعني مفيش حد هينزل يبقوا الخمسه سكورر، لان مش هيبقى فيه، ما اعتقدش ان لو الخمسه بيطلعوا كل حاجه عندهم في الاتاك هيقدروا يطلعوا في الديفنس. صحيح. فلازم يبقى فيه بالانس. فهو بس الناس مش بتبقى شايفه البالانس ده، ان ده في الملعب عشان بيعمل ديفنس ودول في الملعب عشان يعملوا اتاك، وان هم لازم يريحوا شويه في الديفنس فانا كفر عليهم ونمشيها سوا وانا اريح في الاتاك واساعدهم ان هم يحطوا الباسكت. صحيح. انا عاجبني كده، انا عارف الرد وعارف كل ده بس لازم الناس تسمعه منك. طب جالنا كيلا، احنا كنا عملنا تقرير عن الفرقه والصفقات، خلينا نشوف التقرير ده مع حضراتكم ونرجع تاني. صفقات قوية تدعم سيدات سلة الأهلي بهدف الهيمنة على البطولات المحلية والقارية. إعادة بناء فريق قادر على مواصلة التربع على قمة كرة السلة المصرية وصناعة المجد في القارة السمراء بما يتناسب مع تطلعات أعضاء النادي الأهلي وجماهيره في مصر وخارجها، هدف وضعته إدارة النشاط الرياضي للموسم الجديد، وذلك رغم النتائج المتميزة التي حققتها ملكات النادي الأهلي في كرة السلة الموسم المنقضي، عندما نجحنا في التتويج ببطولة دور المرتبط ودور السوبر، بالإضافة إلى الإنجاز التاريخي والغير مسبوق بحصد أول ميدالية قارية لكرة السلة النسائية المصرية، عندما نجحنا في تحقيق الميدالية البرونزية للبطولة الإفريقية لكرة السلة والتي أقيمت بالقاهرة. لتقوم إدارة النشاط الرياضي بقيادة الكابتن رؤوف عبد القادر بدعم سيدات سلة الأهلي بأبرز العناصر في مختلف المراكز وفق رؤية الجهاز الفني، من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية والتحليق عاليا في سماء القارة السمراء. البداية كانت بالتعاقد مع سلوى هارون من الزهور ورانا نبيل من سبورتينج وثنائي هليوبلس نهى شتا وفريدة وائل، قبل أن يتعاقد الفريق مع المتميزة مي حلوة قادمة من صفوف سبورتينج، لتستمر رحلة الدعم للفريق بالتعاقد مع بنت النادي نادين السلعاوي بعد رحلة متميزة قضتها في دور الجامعات الأمريكي، قدمت خلالها مستوى أكثر من رائع وكانت سفيرة فوق العادة لكرة السلة المصرية بشكل عام وسلة النادي الأهلي بشكل خاص، لتأتي آخر التدعيمات للموسم الجديد بصفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع الأمريكية كايلا ثورنتون البالغة من العمر 28 عاما ويصل طولها إلى 1.85 متر. وسبق لكايلا اللعب في الـ WNBA للدفاع عن ألوان قميص فريق دالاس وينجز الأمريكي، لتبدأ اللاعبة مسيرتها في صفوف الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي هذا الموسم والمشاركة في رحلة الدفاع عن لقب دور مرتبط ودور السوبر. ويراهن الجميع على قدرات هذه التوليفة في صناعة مجد جديد لكرة السلة النسائية المصرية وكرة السلة في النادي الأهلي في الذهاب إلى منصات التتويج القارية في ظل تواجد هذه الكوكبة من النجمات البارزات. ويبقى عامل الانسجام والتفاهم بين العناصر الجديدة وعنصر الخبرة داخل صفوف ملكات السلة المصرية يبقى التحدي الأبرز للجهاز الفني بقيادة علي هاشم، خصوصا في ظل الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه مجلس إدارة القلعة الحمراء من خلال إدارة النشاط الرياضي في النادي لترقي أبواب المجد على الصعيد القاري في الفترة المقبلة. اهلا بحضراتكم من جديد، والتقرير ده كان عن الصفقات وشفنا قد ايه الصفقات النادي الاهلي بيختار لعيبه من طراز معين. يمكن اروح لكيلا، يعني ازاي بدات المفاوضات كيلا معاكي وامتى قررتي ان انت تيجي النادي الاهلي؟ كل شيء كان من خلال مدير أعمالي، وبالتالي حين أبلغني أن هناك عرض في مصر وسألني إذا كنت مهتم، كان الأمر يعني تطلب مني الأمر بعض الدقائق لأني كنت ألعب في ساوث أفريقيا في ساوث كوريا، وبالتالي كان علي أن أنتقل إلى دولة أخرى، وبالتالي كانت المفاوضات هي يعني أنا لا أحب التغيير بطبعي، نعم أرغب في الاستقرار
القرار وبالتالي اتخذ الامر مني بعض الوقت، ولكن حين كلموني عن كم ان الثقافه هنا ثقافه منفتحه وارض مصر وما تمثله لي يعني، وكذلك الجانب الديني من يعني تاريخ مصر ورحله العائله المقدسه، وبالتالي قلت لمدير اعمالي لملا دعونا دعني احاول وسوف نرى، وها انا الان بين صفوف الفريق. طب يعني باباك ومامتك او يعني طبعا عيلتك قالوا لك ايه لما عرفوا عقد النادي الاهلي؟ اونستي. أول ما قالوا لي يعني كانوا في بادئ الأمر خائفين بعض الشيء، لأننا حين نتحدث عن مصر نتحدث عن الأمن والأمان، وأنا شخصيا يعني كنا نسمع عن أن المباني قديمة وهناك يعني مدينة قديمة، ولكن حين أتيت إلى مصر وجدت الوضع مختلف، وأن مصر هي مدينة القاهرة على الأقل هي مدينة متطورة، حين نظرت إلى الأمر من مستويات مختلفة أو من نقاط مختلفة وجدت كم أن الانتقال إلى مصر كان جميل ومحببا إلى قلبي وزملائي وطريقة التعامل والأسلوب المصريين وانفتاحهم. طيب خلينا نروح لجيراننا قبل ماتش الجزيرة. كابتن علي هاشم وإنا كواليس بقى قاعد معاكم، سالكوا ايه؟ قال لكم ايه؟ دورك ايه؟ دوركوا ايه؟ ايه اللي حصل في الكواليس قبل الماتش؟ انتوا كنتوا واضح ان انتوا قلقانين من المباراه. احنا كنا قبليها بنلعب سيمي فاينل مع هليوبلس، لعبنا ماتش كنا خسرناه، بعدين لعبنا ماتش تاني خسرنا كتير، فهو بس كان قلقان قال لنا انا مش بخاف، يعني انا مش خايف من الفرقه اللي قصادي، انا خايف منكم انتوا. يعني هو دايما بيقولها لنا، يعني هو على طول انا خايف، انا ما عارف. ايوه انا مش خايف منهم، انا خايف من كنتوا. تبقوا اوف داي. ايوه اللي هو انا عايزكم بس ما تخافوش، تلعبوا بوند، العبوا زي ما لعبنا ماتش الهليوبلس الثاني والاولاني، احنا كملنا من اول كوارتر الرابع والاكسترا تايم لعبنا حلو قوي، انا عايز بقى اشوف ده يعني من الاول، وما تخافوش كده كده يعني، احنا انت عارف ان احنا فرقه الجزيره ساعات بنعصلك معاها، فاللي ده مش عايز عصلجه. ايوه بالظبط، فهو قال مش عايز العصلجه اللي بتحصل لكم كده يعني، هم واحنا بنيجي يمكن هادين شويه في ماتشهم بزياده، بنبقى واثقين سنه، فهم بيجوا بقى يروحوا فجاه شادين، لا يا جماعه الماتش نركز. فقال من الاول نركز، مش عايز بقى ثقه زياده، مش عايز بريشر، برضو عايز تلعبوا لعبكم وتوروا الناس يعني احنا بنتمرن وبنعمل ايه في الفرقه الجديده اللي احنا بنبنيها، ونقدر نوري الناس ان احنا السيزون ده هيبقى شكلنا عامل ازاي. طب جالنا لما عرفتوا ان قناه الاهلي هتذيع المباراه، يعني عرفتوا طبعا يوميها الصبح ان كنا مش قايلين، طب انتوا عرفتوا هل ده حط عليكم بريشر اكتر؟ هل ده حب ان انتوا لان هيبقى في تغطيه كبيره اعلاميه، هل ده حط عليكم ضغط ولا لان الكواليس دي تهمنا احنا كاعلاميين؟ لا طبعا ما حطتش علينا بريشر، بس بالعكس ده هي كانت معانا، يعني هي كانت اللي هو لا يا جماعه دول جايين بصوا عشان نحتفل، عشان يعني الناس هتتفرج علينا، توري الناس لعبنا، يعني بالعكس احنا يمكن اما ماتشات بتتذاع علينا بنبتدي اللي هو لا احنا لازم نفرج الناس على لعبنا، نفرج الناس احنا ازاي بنلعب ونوريهم باسكت يبسطوا ويبقوا عايزين يتفرجوا عليه يعني. يعني انت افهم كلامك ان اذاعه قناه النادي الاهلي للمباراه طبعاً. كان بوزيتيف طبعاً. حاجه بوزيتيف يعني نيجاتيف ليهم هم. اقول لك على حاجه، انا ساعات ببقى قلقان نبقى علينا بريشر سنه، عشان كده ما بحبش اقول بدري، ما بحبش كده يعني. هي بالعكس بتبسطنا اللي هو يا جماعه الناس مهتمين بينا، وان احنا لازم نفرجهم على يعني بناخد زي موتيفيشن كده اللي هو يا جماعه تشجيع شويه، ان احنا نفرج الناس علينا واللي بيتفرجوا علينا ان احنا عاملين ازاي، ويحسوا انهم على طول عايزين يتفرجوا علينا. صحيح يعني صحيح خليهم صحيح. نشدهم لينا. صحيح، وانتوا كنتوا على قد المسؤوليه وكنتوا 12 راجل في الملعب يا جنده طبعا. طب كيلا يعني انا هجيلك، يمكن ايه تعليمات الجهاز الفني اول ما بدات تتمرني مع الفريق وطلبوا منك ايه، وخاصه قبل المباراه الاخيره ماتش الجزيره؟ قالوا لي فقط ان العب. يعني كانت مباراتي الاولى في مصر،
يعني وإن كان الفريق خسر المباراة التي قبلها، ولكن كان علي أيضا أن أتعامل وأتعلم من خلال مباراتي الأولى أن هناك علاقات بين الأفراد على أرض الملعب، وعلينا أن نعرف بعضنا البعض وإمكانياتنا، وبالتالي من خلال التعرف على البنات وعرفت طريقة لعبهم، عرفت جارنا بتلعب إزاي، إزاي بتاخد الكرة، إزاي بندي البعض. وفي الماتش الثاني ابتدينا نشوف، يعني بيتهيألي كلنا ابتدينا نشوف الفرق. ومن هنا يعني أنا كنت بعمل اللي عليا، يعني كنت واصبين مايسك، كنت نفسي، ومن خلال النقاط الصغيرة كنت بحاول أقدم أفضل ما لدي. ما أعتقد أن أنا وجانا دلوقتي بقينا بينا اتصال وطريقة لعب مشترك، وابتدينا نتداخل كلنا مع بعض كفريق كوحدة واحدة. كيلا، يمكن برضو يور ستات يعني إحصائياتك كويسة جدا، وانت حريصة تشوفي أرقامك بعد المباريات، ولا احنا مهتمين جدا نشوف ده؟ هل انت برضو بتتابع إحصائياتك نفسك وبتقيمي نفسك بعد كل مباراة ولا لا؟ نعم، أنا عامة لا أنظر إلى الإحصائيات الاستاتيكية وكم الأجوال، ولكن أنا اهتمامي الأول هو أن نكسب، أن هدفي أن أجلب لفريقي كل ما يمكنني أن أعمله، وكيفية تحسين وتطوير أدائي هو ما هو نقطة اهتمامي. أدائي ليس ككيلة ولكن كفريق ككل، كأهداف جزء من الفريق. طيب جانا هجيلك وعايزين نتكلم في موضوع الروح والسبيريت بتاعت الفرقة والمصابين، بس خليني أطلع لفاصل وأجيلك تاني. أعزائي المشاهدين تابعونا، عندنا كلام نقوله كتير مع نجماتنا، نجمات كرة السلة بالنادي الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا مع كيلا نجمه الفريق وايضا جنة مصطفى. جنة، يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الروح والاصابات وازاي عوضتوا الاصابات دي بالروح، وشفنا على البنش خاصه في الشوط الثالث والرابع كان في سبيريت عاليه جدا. بتعملوا ايه عشان تعوضوا النقص ده؟ بتقولوا ايه لبعضكم؟ يعني هو احنا خلي بالك احنا القدام متربيين في النادي، متربيين يعني، فبالنسبه لنا على طول موجودين فينا السبيريت بتاعت النادي، واول ما نلعب حلو بقى تلاقينا كلنا بنتنطط وتلاقي البنش فوق بعضه. صحيح. فهي الجديده ان بجد هم كل الناس الجديده اللي جايه علينا، يعني كل الصفقات اللي جت حتى هي معانا، هي عندها سبيريت وكلهم عندهم سبيريت، بجد جايين بسبيريت رهيبه. يعني هم جايين كمان عايزين اكسايتد ان هم يشوفوا السبيريت بتاعتنا. فبن كده مع بعض وبنبوند اكتر، اللي هو يلا يلا نعمل كذا، يلا نقوم نشجع، يلا نقوم فتلاقي دي بتعمل كذا فتجر دي معاها، وتلاقينا في الملعب حتى. يعني يمكن احنا كنا كمان كان باين علينا في الملعب في الثالث والرابع. صحيح. كان انتهالي ان كايلا وسوريا بيحطوا باسكت وانا وحلو قربنا نعمل لهم كده. صحيح. ايوه صحيح. في الملعب بنعمل لهم. ايوه صحيح. صحيح صحيح. يعني هو بجد يعتبر ان هما كمان دخل فيهم السبيريت، هو بجد هي حاجه يعني في النادي. وعايز يا جنة برضه اقول حاجه، انتوا حتى لما طلعتوا اللعيبه الاساسيين بره وقفنا نشجع، واللعيبه اللي شاركت لاول مره كانت بتشارك، كلكم اساسيين الحمد لله، ما فيش حد اساسي وحد احتياطي، ولكن اللعيبه اللي شاركت كانت لاول مره كلكم كنتوا واقفين وراهم بنشجع بعض. كان معانا كمان ناس صغيرين، كان معانا ناس صغيرين لسه نازلين، كنا بنحاول نحمسهم ونشجعهم ما تخافوش، ويعني هي كده خلي في ثقه. ما حصلش دروب طبعا، لان احنا بجد يعتبر فرقتنا فيها كل العناصر. يعني يمكن دايما الناس بتقول ان احنا البنش بتاعنا مليان لعيبه كبيره جدا، يعني احنا يعتبر فرقه متكامله. يعني يمكن لو بصيت على سبورتنج او جزيره، او مش قصدي حاجه، بس يعتبر هما بيلعبوا بالخمسه الاساسيين مع الاثنين كمان خلاص. صحيح. احنا عندنا 20 ال 15 موجودين بكل حاجه. يعني احنا يمكن عندنا اصابات، بس احنا لحد دلوقتي قادرين نعوض، واما يجوا هيزودونا ويكملونا. يعني صحيح. complete each other's بكل شكل، وهندي بشكل يمكن احسن بكتير ان شاء الله. يعني صحيح. وخليني برضو اجينا اتكلم في حته يعني مهمه برضو، يعني العلاقه اللي ما بين اللاعبات والجهاز الفني. انا شايف ان انتوا في علاقه جميله طبعاً. يعني الجهاز الفني باللاعبين عاملين روح وحاله حلوه جدا. يعني شايف الكره دي البنش كله نط. أيوة. مع اللعيبه كانت هسي بوينت بتاعت سوريا. فالحقيقه الحاله ما بين الجهاز الفني واللاعبات، هل انتوا حريصين على ده وشايفين ده ولا لا؟ لا طبعا. عايزه اقول لك ان احنا بجد احنا قريبين جدا من بعض، جهاز بلعيبه كل. يمكن انا وكابتن علي، يعني انت مش فاهم كابتن علي قريب مني ازاي. يعني احنا يمكن خناقاتنا عشان احنا قريبين فبنتخانق كمان. صحيح. لكن بجد هو بجد احنا وكريم وكابتن احمد كلكم يعني كلنا بجد تحسنا بجد. يعني هي فاميلي، يعني اسره بنكمل بعض.
بعض مفيش مثلا هم مش بعاد عننا لا صحيح. بالعكس لو لقوا حد متضايق مننا بيشجعونا بيسبورت لو حد مش موجود لو حد عمل حاجه يعني والحقيقه دي هي الروح هي اساس المكسب يا جماعه خلينا نروح يعني الكيله على الروح السبيريت بتاعت الفرقه ازاي اللعيبه استقبلوك ازاي الجهاز الفني استقبلك هل حسيت ان انتوا اسره واحده ولا حسيت ان لسه محتاجه وقت عشان تتعودي على اللعيبه لا انا حين يعني بدات مع الفريق كان الفريق شديد الترحاب وبداية من كل فرد قابلته طبعا كان ماتشنا الاول كان علي ان اتعود عليهم ويتعودوا علي وماذا علي ان افعله وكيفيه التعامل بيننا وخاصه ان الفريق مع بعض منذ عمر اما انا فكنت اضافه جديده لهم وبالتالي كان يعني المطلوب مننا كلنا هو ان نضيف لفريقنا وان يكون ذلك ايضا بروح بسعاده من خلال التمرينات ومن خلال اللعب وعلينا ان نميز جيدا بين متى يمكن متى علينا ان نكون جادين ومتى يمكننا ان نكون على راحتنا مع بعض ويعني حتى ان كان هناك بيننا الخجل حتى الان ولكن هي مراحل نتخطاها سويا. طب كايلا يمكن انت اول ما جيتي النادي الاهلي في ناس كتير بتشبه النادي الاهلي بالفرق الاوروبيه. انت شايفه كده ان النادي الاهلي يعني كبير بشكل انه يقدر يعني يبقى زي ما الناس بتقول ان هو مقارن بالانديه الاوروبيه ولا لا؟ نعم اكيد سبق وقلت ان هنا هذا هو عامي الاول مع الفريق ولعبت يعني ماتشات قليله ولكن لعب الباسكت بول في كل حته في العالم مختلف وبالتالي لا يمكنك ان تقارن بين هذا وهذه الدول طبعا لما لعبت في ساوث كوريا كان الماتش اسرع كثير لكن هنا احنا بينا روح اكبر وان كانت ماتشاتي لسه عددها معدود ولكن اللي اقدر اقوله لك ان اللاعبين كلهم لاعبين كويسين المجتمع ككل الدوري في مصر حتى الان بالنسبه لي ممتاز والتنقلات يعني انا ما تنساش ان انا لازلت يعني خطواتي معدوده وبالتالي علي ان اعرف اكثر كيف اقدم نفسي للفريق وكيف اضيف لاخواتي في الملعب. طب خليني اسالك عن الجو او الاتموسفير في النادي الاهلي من ناحيه ان النادي الاهلي فيه حوالي 13 لعبه ثانيه غير الباسكت بول هل شايفه ده يعني كنادي الاهلي نادي كبير فيه العاب كبيره والعاب كتير هل ده شفتيه في حته ثانيه يعني الانديه اللي انت رحت لعبت فيها كان بيبقى باسكت بول مثلا بس او فوتبول بس انما النادي الاهلي فيه 13 لعبه شفت ده في اي مكان في العالم ولا لا؟ You know okay. what I ask He's talking about yes, like, we're talking about the Ahli Club is 13 games. 13 games and games very big plays, yeah. Like soccer, club, yes. handball. Do you stuff see like that this. In another place, in another clubs you played with this play, a lot of games? Did you see that in everywhere? A lot of sports. No, like, actually, this is actually this is the first team. هذا هو أول فريق ألعب له. ولديه كل هذه الأنواع من الرياضات في الفريق الواحد وهو بالتالي أمر جيد جدا وحين أتيت إلى هنا الناس كانوا بيقولوا والأهلي وبالتالي كان الأمر يعني لمسني يعني الناس بالأهلي بيجري في دمهم وحين يتحدثون عن كرة القدم طبعا هي ذات الشعبية الأكبر أما في أمريكا على سبيل المثال هي أقل ولكن هنا الرياضة الأولى هي وإن كانت كرة القدم إنما لمجرد أني بقول أن أنا من الأهلي بحس بقد إيه لازم تستقبلني بحفاوة وده طبعا بيحسسني بشرف وبسعادة كبيرة كيلا أنت سمعتي عن فاينل افريقيا السوكر تيم ولا Did you hear that there is a سوكر فاينل افريقيا نعم حاليا حيكون في الماتش بين الاهلي والزمالك قريبا Would you watch the match هتشوفي الماتش يا كيلا ولا لا Did you gonna see it Oh yeah, I want to go, but they said they can't have fans, so I probably أذهب وأشاهده ولكن ربما سأشاهده من التلفزيون يعني. Go, Ali.
اكيد انت عارفه ان كره القدم هي اشهر لعبه في مصر طبعا مش زي امريكا باسكت بول في امريكا the most important thing here in Egypt so it's not like America like soccer is important no so like in America it's في امريكا basketball يعني الاكبر هي الباسكت بول ولكن هنا في مصر الفوتبول نعم ولكن في كل الاحوال انا سعدت بانضمامي الى النادي الاهلي جانا يمكن يعني الكلام يعني مع كيلا واضح انها دخلت مع جمهور وشافت حتى بتقول يعني دمي كله احمر والكلام ده انت اكيد ورا الموضوع ده يعني انت ليكي معاكي مع جمهور الاهلي في يعني ديالوج حلو جدا فيعني الموضوع ده حصل ازاي عرفتيها ازاي على الدنيا هو جمهور الاهلي مش محتاج حد يعرف حد يعني هو في كل حته يعني هي زي ما هي بتقول هي يا دوبك بجد ما كملتش حاجه وشافتهم وهم شافوها وهو جمهور الاهلي جميل وبيقدر يوري الناس صحيح. قد ايه هو بيحب ويرحب وقد ايه ان هو بيحبهم ان هو واقف في ظهرهم ان هو عارف كل اللعيبه بتاعته في اي فرقه في اي حاجه مهتم بكل حاجه فهو لوحده يعني هو كيان فالكيان ده يعني هو مستوعب اي حد طبعا صحيح طبعا صحيح. صحيح. وبيقدر يوري نفسه لاي حد بيقدر يوري يعني قيمه النادي وقيمه الجمهور بتاعه في اي حته طب خلينا نطلع لفاصل ونكمل كلامنا عندنا كلام كتير لسه معاكم اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع نجمات كره السله فابقوا معانا اهلا بحضراتكم من جديد يمكن اكمل حواري مع جنة يمكن انتوا اكيد شفتوا الفرق دلوقتي واكيد تابعت الفرق الثانيه شايفه مين السنه دي برضو هيبقى منافس لينا يمكن شايفه كان سبورتنج وكان هيليوبلس شايفه السنه دي نفس الفرق ولا ممكن فرق ثانيه خاصه شفنا مصر التميم فرقه كويسه رايك ايه دلوقتي يمكن في كذا فرقه جايبين محترفين كويسين قوي يعني كده كده هليوبلس معاهم لوكس وهم كويسين فهم كويسين سبورتنج جابوا مونيك اللي كانت مع هليوبلس هي محترف كويس قوي برده فهم كويسين مصر التامين زمالك جايبين محترفين كويسين وهم صحيح. فرقه مش وحشه بجد هم فرقه كويسه برده فهيبقوا برده معانا يعني هيبقى الماتشات كلها تبقى سخيفه هو بجد هو على طول الماتشات كلها سخيفه بس اللي عنده دايما يعني ادفانتج اللي عنده دايما فرايتيز اكتر في اللعيبه واللعيبه بتاعته هتبقى ان واف والكون يعني بجد هم فرق كتيره وجزيره مع محترفه كويسه يعني انت شايفه ست فرق تقريبا السنه دي المنافسه هتبقى منهم طبعا ومبقاش يعني حد يبقى مش يعني دلوقتي يمكن في الباسكت مش صعب ان اي فرقه تخطف ماتش من البطل يعني يمكن حتى كلام في الولاد وفي البنات يعني الباسكت كل الفرق قريبه وديز اوف وان على حسب ده فهي بتبقى كده اي فرقه ممكن تخطف وكمان هي محترفين كمان وبجد كذا فرقه جايبه محترف كويس قوي صحيح صحيح طيب كيلا يمكن اجي لك مين احسن لاعب مصري شفتيه موجود في مصر في الفتره اللي انت قعدتيها مي انا مش يعني لا اغب في اجابه هذا السؤال ولكن تعلم ماذا مش لازم في الفرقه يعني مش لازم في فرقه النادي الاهلي بره النادي الاهلي عشان ما يبقاش السؤال محرج نعم نحن هنا لدينا لاعبون مميزون في فريقنا واحبهم كثيرا ولم اكن ارى يعني لم اكن قد رايتهم من قبل يعني انا لا يعني هناك العديد من اللاعبين الذين رايتهم يلعبون بتميز ولكن لا اعلم اسماءهم بعد لانهم ليسوا من فريقنا ولكن في مصر هناك العديد من اللاعبين المميزين يمكن كلمينا عن طموحاتك مع النادي الاهلي انت يمكن لما جيت النادي الاهلي كان طبعا الوضع مجهول شويه ولكن لما جيتي اكيد شفتي الوضع وبقى ليكي طموحات مع النادي الاهلي ايه طموحاتك نعم حين وصلت لم اكن اعلم عن الاصابات واللعبات المصابات وكنت بالتالي كنا بنلعب 4-5 ولكن الكوتش علي قال لي في حاجات بتحصل وفي عدد نجوم حاليا بره الفريق وفي حوالي 4-5 نجوم مصابين وهنلعب 4-5 ولكن قلت له انا كنت في امريكا متعود اني بلعب 2-3 وبالتالي هي ما كانتش مشكله بالنسبه لي انا مستعده لكل شيء ما دام في صالح الفريق ان لعبنا 4-5 ان لعبنا باي طريقه اخرى المفروض علي ان نكون منتشره في كل الملعب وبالتالي لان اهدافي الاساسيه هو ان نكسب كفريق ان احدث من نفسي وان اكون بستكمل مع فريقي الروح حتى نصل بالتالي الى الاهداف المطلوبه مننا وان نعم انا عايز بس احل على حاجه قالتها كيلا يمكن كيلا لما جت بتقول ان هي كان في اصابات والكوتش قعد معاها واتكلم معاها انا بس عايز اوريكم الفكر بتاع اللاعب
المحترف، هي جايه على مركز معين، ولكن الاصابات يعني اجبرت كابتن علي هاشم انه يبتدي يعمل مانوفر بيها او يناور بيها في مكانات ثانيه، في اماكن ثانيه في الملعب، وهي ما عرضتش تماما، بالعكس هي قالت انا هساعد فرقتي وهبتدي يعني اشوف ايه اللي محتاجاه فرقتي واعمله. ده بيدل على عقليه اللعيب المحترف. احنا لازم نتعلم من الكلام ده، ولازم نشوف ان الاحتراف مش بس ان انت تبقى ملتزم في الملعب، ولكن لا، ممكن يناور بيك المدرب في اي مكان وتسد برضه. كيلا، يعني انت زرتي اماكن في مصر ولا لسه؟ لا ليس بعد، يعني اهتمامي الاول كان الكرة، ولكن اود ان اذهب لزيارة الاهرام. هناك الكثير من الاماكن التي حدثني عنها الناس، انا حتى الان لا اخرج كثيرا، انا حاليا مركزة في كورتي فقط، يعني دي بالنسبة لي مأمورية مهمة. لكن يعني انا اول ما جيت قعدت في نوبل هوتيل وتمشيت في الاول على النيل، وعجبني المراكب والناس اللي بتغني وهي على الشط. دي كانت اول لقطه بالنسبه لي على مصر. انا ما بقاليش كتير، ولكن يعني ان شاء الله وقت ما يبقى في وقت اكثر متاح هبتدي استكشف القاهره. المناطق الاثريه الفرعونيه، ما بتخططيش لزياره المناطق الساحليه زي الغردقه وشرم الشيخ؟ كلموك عن ده ولا لا؟ نعم، انا اود ان احب مصر واود ان ازور كل شيء في مصر، اود ان اتعلم كيف اكون مصريه وان ازور التاريخ واتعلمه واستنشقه، وكذلك هواء البحر، واود ان ارى كل هذا وان اعيش. بتحب البيت اكتر شكلك اكيله. بس ما تقلقيش، هنخليك هتزوري بالامر الاماكن دي ان شاء الله. يمكن اجيلك يعني جنه، يمكن اي لعيب محترف بيجي بيبقى انتوا عليكم دور كمصريين، اللعيبه الموجوده مش بس ان هي تبقى في الملعب تأدي دورها، لا لازم يحصل عشان ناخد من اللاعب احسن اداء ممكن. اكيد. بتعملوا ازاي ده في تعاقب المحترفين الكتير في النادي الاهلي؟ يمكن بجد ولحد دلوقتي كل المحترفين اللي جت، يعني يمكن ماريا، كيو، لوكاس، كيلسي، كايلا، كلهم بجد هم جمال، يعني ما حدش فيهم كان غريب. اللي هو دخل بسرعة يعني كلهم بيجوا فريندلي، يعني هم بجد فريندلي، ويلا يعني هم ديفرنت بيرسوناليتيز بس هم فريندلي قوي، ويعني يلا نخرج وعرفوني وعايزه اعمل كذا، ما فيش مشاكل، وبيلاقونا يعني بنسبورت برده. وبعدين هم لازم برده، يعني هم في حته غريبه، فاحنا لازم ان احنا نبقى معاهم، يعني ما نحسسهمش بوحده. صح. فيمكن ده برده في فرقتنا قوي، يعني احنا دايما كلنا بنفكر اللي هو يا جماعه عشان ما تحسش انها وحيده، طب الاجازه نشوف هتعمل ايه، يمكن هي دلوقتي مثلا هي وكذا اصحاب، طب نشوفوا لو هتخرجوا كده يعني. صحيح. خليني كمان اسال كيلا، انت نفسك تلعبي بطوله افريقيا ولا لا؟ يمكن الاهلي خد مركز ثالث قبل كده، بيتهيألي معاكي ممكن يأدي اداء احسن. نعم، هذا هو ما نعمل لأجله. أنا ألعب الآن وأنا أنظر تحت أقدامي، علي أن أقدم أفضل ما لدي الآن، علي أن أعيش اليوم بيوم، علي أن أطور من نفسي كل يوم، وبالتالي انا اتمنى ان اقدر يعني ان اقدر ان اكون احد العوامل التي تساعد فريقي. ماركتنج فور يو، ام رايت. طيب خليني اسالك كمان، انه يعني في المستويات في افريقيا انت هتلاقي مستويات اقوى بكتير، فيعني اكيد انت يعني مستعده لده، واكيد ممكن يبقى في محترف تاني معاكي في بطوله افريقيا، شايفه ده ممكن يساعد الفرقه؟ نعم. بالنسبة لي أنا مستعدة لأي ما هو مطلوب. أود أن أبحث، أحب أن أتعلم، أحب أن أعرف من هو منافسي ومن هم اللاعبين الذين معي في الفريق، لأن أن نلعب لأفريقيا أو في بطولة أفريقيا علينا أن أتعلم من هم اللاعبين المحترفين، من هم اللاعبين الأجانب، أن أستعد للمواجهة حتى أكون عندما أكون في الملعب أقدم 100% من ما درسته ومما حضرته ومما هو قدراتي.
كيلا بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا في قناة النادي الأهلي، وكان لقاء جميل، واتمنى لك كل التوفيق. Thank you. Likewise. جنة يمكن نجمتنا المفضلة، بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا، وألف مليون مبروك. ميرسي، الله يبارك في حضرتك. أعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع نجمات طبعا كرة السلة سيدات اللي حصلوا على بطولة القاهرة في الأسبوع اللي فات، مستنتظرين منهم المزيد. انتظرونا إن شاء الله الأربع القادم، وقصة جديدة والأبطال يوم الأربع، وقصة جديدة مع الأبطال. شكرا جزيلا.